السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأسعد الله أوقاتنا وأوقاتكم متابعينا مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة ومكان جديد. اليوم وياكم في برنامجكم في الشارقة، هنا الأصالة، هنا قلب الشارقة، من حصن الشارقة الذي تم إنشاءه في عام 1823. من هنا مشاهدينا الأعزاء بتبدأ جولتنا وياكم في منطقة المريجة، ونتعرف فيها إن شاء الله وياكم على الأشياء الموجودة، الأشياء الجميلة والأشياء التذكارية، الكثير من الذكريات لأهالي إمارة الشارقة وأيضاً لزوارها. الهدف الرئيسي لبناء هذا الحصن مشاهدين الأعزاء طبعاً هو حماية أهالي هذه المنطقة وسكانها من الأعداء اللي كانوا يجون طبعاً من الساحل أو حتى كانوا اللي يجون من البر. وهذا المبنى أو هذا الحصن يضم ثلاث أبراج مثل ما تشوفون عندنا، هذا الحصن الأول، وعندنا أيضاً أبراج ثاني طبعاً دفاعية، لكن هذا الحصن اللي أنا واقف عنده حالياً وهذا البرج طبعاً إلى الآن محافظ على أساساته اللي تم بناء من الأحجار المرجان، وتم ترميمه أيضاً بنفس الأحجار اللي تشوفونها حالياً موجودة. أنا بعدني وياكم مشاهدين الأعزاء في منطقة المريج، إن شاء الله بنتعرف فيها وياكم على هذه المنطقة إن شاء الله، على الأماكن أيضا الموجودة فيها. واحد من الأماكن المميزة والمعروف عندنا في منطقة المريج وأيضا في مدينة الشارقة، وله هذا المكان له الكثير من الذكريات وإلى الآن يرتادون الكثير من الناس. طبعا أنا متواجد وياكم الآن في أقدم مطعم في إمارة الشارقة، تقريبا عمره بين فوق الأربعين عام، فوق الأربعين عام تقريبا، وهذا المطعم اسمه مطعم زمزم، ومطعم زمزم مشهور في إمارة الشارقة وأيضا يرتادونه الكثير من الناس من المدن الثانية. مطعم زمزم مشاهدينا الأعزاء طبعا كان مكانه غير هذا المكان الحالي، المكان الحالي تقريبا الحين يمكن 30 سنة أو 28 سنة، المكان القديم نفس المنطقة لكن كان في عمارة ثانية، وهذه العمارة طبعا انهدمت وسوى هذه العمارة وانتقل طبعا هذا المطعم في نفس الشارع ونفس المكان لكن مقابل المطعم القديم. وهذا المكان يرتادونه الرواد اللي هم طبعا منو كبار السن اللي عاصروا هذا المكان من السبعينات والى الان، وهذا المكان تستوي فيه تجمعات، يعني يتلاقون ويطلعون يخلصون شغلهم سواء في الجوازات او في البلديه. وبعد من النقاط المهمه اللي كانت تستوي هنا مشاهدينا الاعزاء مثل ما نقول اللي هن سيارات الأجرة، سيارات الأجرة اللي كانوا يشتغلون عليها طبعا الريايل الكبار طبعا الأوليين أهل الشارج اللي كانوا يشتغلون على هذه السيارات، كانوا يوصلون الناس من إمارة لين إمارة، من مدينة لين مدينة، كان تجمعهم السيارات يطلعون فيها مدينة الذيد، وكانوا يسيرون أيضا عمان. وأنا كان حياة أبوي الله يرحمه كان عنده لاند روفر، يتجمع يا ربعه هنا أو الناس اللي متفقوا وياهم يطلعون، كان يوصلهم الذيد ويرجع. وهذا المكان مثل ما خبرتكم له ذكريات جميلة جدا جدا، بالإضافة أنه يقدم أكلات من 40 سنة إلى الآن محافظ عليها وأكلات مشهورة. وأهم شيء عندنا هذه السلطة اللي معروفة عنده ويعرفون الإخوان طبعا، هذه سلطة الطيبين عبارة عن خيار وشوية من البصل وأيضا والطماط، ومشهور طبعا المكان هذا بأكلات مثل ما خبرناكم الأسيوية وأيضا العربية. مثل ما خبرتكم هذه الوجبة الرئيسية عندهم طبعا اللحم المفروم والعدس، وهذه الوجبة لازم تجربونها. عندنا اللحم المفروم كيما هذا، ها ما شاء الله نفس الطعم الأولي ولا تغير؟ مليون ونفس الطعم ما تغير ما شاء الله. العدس طبعا من أهم الوجبات الموجودة في المطعم، خبرتكم اللحم المفروم اللي هو الكيمة، طبعا عندنا العدس وعندنا لحم الناشف، شو بعد عندك أبوي شو عندنا اليوم؟ لحم صالونة، بعد هنا صالونة لحم، وأنا طبعا عازم
فريق العمل اليوم ناكل هذه الأكلة هنا. وطبعاً أنتم مشاهدينا يوم بتون الشارجة بتون هذا المطعم جربوا ومروا عندنا في هذا المطعم وخذوا هذه وجربوا هذه الوجبات اللذيذة. طبعاً مثل ما خبرتكم عندنا نوعين من الخبز، خبز التنور هذا اللي تشوفونه عندكم هنا، خبز التنور وأيضاً خبز البراتة. وين براتة أبوي؟ براتة فين؟ هات لنا براتة نبراوي الناس بعد هنا. خبز التنور طبعاً وعندنا خبز البراتة مثل ما خبرناكم. عاد اللي يحب خبز التنور واللي يحب خبز البراتة كل شيء متوفر في هذا المطعم القديم اللي عمره تقريباً خبرناكم فوق الأربعين أو فوق هي نعم فوق الأربعين. تفضلوا شباب. هذه البراتة وصلت. عمر طالب براتة ومنه طالب برياني. هذا بعد البرياني موجود في هذا المطعم الجميل من الأكلات الجميلة. يلا بسم الله. يلا. ومن مطعم زمزم مشاهدينا الاعزاء الى احلى جزء من هذه المنطقه، طبعا منطقه الاسواق الشعبيه اللي تشتهر فيها اماره الشارقه، ومنها طبعا سوق صقر مثل ما تشوفون هنا عندنا سوق صقر وله عده مسميات، سوق صقر، سوق الظلام، سوق البحر، وله كثير من الذكريات هذا السوق بالذات لاهالي اماره الشارقه. وهذا السوق بالذات مشاهدينا الاعزاء في الثمانينات تقريبا ما كانت عندنا كثير من المراكز التجاريه، فكان هذا المصدر الوحيد لتجمع الاهالي بالذات ايام العيد، عيد الاضحى او عيد الفطر، وحتى يوم كانوا الناس يبون يرجعون حق المدارس اغراضهم ملابسهم تكرمون النعله كل شيء من هذا السوق. يعني هذا السوق اللي بيتابعنا اليوم بيتذكر هذا الشارع الطويل اللي كان من بدايه السوق الى نهايته، وكانت ايام حتى السيارات تدخل هنا، وكان المكان الوحيد اللي يستمتعون فيه طبعا الاطفال اللي الحين ما شاء الله يعتبرون من جيل الطيبين. كم اخر هذا؟ يعني 130 يقدر يبيع. 110 ما يمشي؟ 130. 130 زين. جزاك الله خير. وطبعا مثل ما خبرتكم كذكريات هذا المكان مشاهدينا الاعزاء، نحن كنا في الشارجه اكثر مكان نشتري فيه القطع من هذه المحلات. وهنا اخونا ناصر بعد كم 25 سنه ناصر انت هنا؟ كم سنة ما شاء الله عمي هن انت؟ انا 40 سنة. 40 سنة لحقت من يوم سوق قديم لين الحين، ما شيء صور عندك؟ ما في شيء؟ ما شيء، ليش ما تصورون؟ ها؟ ما تصورون؟ ما شاء الله. الحين شو عندكم هني من الاشياء القديمة من الاول؟ شو لين الحين موجود؟ نامليت، عصير نامليت. نامليت موجود؟ هي على نمان فيه. وبعد كاكاو، شو في عندكم؟ فيو، في تولا، في بترول. هذا برا ما تحصله خلاص. الحين كله عندكم هنا ما شاء الله. وهذا نفاخ ملول. ها نفاخ ملول على مشروم هذه اللي هي صح. ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بعض المحلات مشاهدينا الاعزاء الى الان محافظه على الطراز القديم مثل ما تشوفون ويانا، هذا المحل هنا ما شاء الله محافظ الى الان على البضاعه القديمه اللي موجوده تقريبا من 15 او 20 سنه الى الان. كم ابوي ازيد بعد؟ ازيد 30 نقول. ما شاء الله عندنا بضاعه من
زمن الطيبين، يعني من تقريبا 30 سنة إلى الآن موجود عندنا في هذا المحل، ومكتوب على المحل من برا ادخل وتذكر طفولتك. نعم صحيح، هذا المكان يذكرنا بأيام الطفولة وأيام الطيبين. مستمرين وياكم في مريجة مشاهدين الأعزاء، وطلعنا من سوق صقر إلى السوق الثاني الجميل أيضاً ومميز، سوق الشناصية. سوق الشناصية يعتبر من الأسواق القديمة جداً، يعني تاريخه من أيام الخمسينات، وتم طبعاً الآن تطويره تحت إدارة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. وللحفاظ على أراقة وأصالة هذا المكان مشاهدين الأعزاء، طبعاً اهتموا الأخوان هني في هذا السوق بالحفاظ على مجسمات أو الأساسات الأصلية اللي موجودة طبعاً من 50 سنة إلى الآن في هذا المكان، بالإضافة إلى الحافير أو مثل ما نقول الأشياء اللي حصروها موجودة إلى الآن مثل الخزفيات. عندنا أيضاً الكثير من الأحجار الموجودة، أصداف البحر المشكلة على شكل ألعاب، فكلها موجودة إلى الآن في هذا القسم، بالإضافة إلى وجود لوحة تراويكم كيف كان هذا المكان من 50 سنة، وتقريبا تم بناء سوق الإديل على الأساسات القديمة طبعا مثل ما نشوف في الصورة، أيضا في الواقع هو مثل ما تشوفونه. ومن سوق الشناصية مشاهدين الأعزاء دخلنا وياكم إلى سوق العرصة، ويعتبر سوق العرصة واحد من أقدم الأسواق الموجودة عندنا في إمارة الشارقة، والآن ما شاء الله هذا السوق إلى الآن يعمل، وفي الكثير من المحلات المختصة في بيع التحف والذكريات وأيضا الملابس القديمة، بالإضافة إلى العملات الورقية والعملات أيضا المعدنية القديمة طبعا من مختلف دول العالم. يعني أي شيء تبغيه جديد بتحصله موجود عندنا في هذا السوق، أي شيء من المقتنيات اللي في بالك، البشتختة، السيوف، عندنا أيضا السيوف التاريخية والأثرية، الخناجر، الأحجار الكريمة، والعديد والعديد من الأشياء، حتى الشنط اللي مسواي بشكل مزخرف وأشياء جميلة تحصلونها فقط عندنا في هذا السوق، في سوق العرصة في إمارة الشارقة في منطقة المريجة. خلصنا جولتنا في الأسواق مشاهدين الأعزاء، وبعدنا نحن في منطقة المريجة، وبنسير وياكم مكان ثاني في نفس المنطقة، ولازم بتون السوق لازم تشتروا لكم شيء من الذكريات الجميلة من هذا السوق. في ساحة التراث مشاهدين الأعزاء تقام هناك فعالية سنوية، طبعا هي فعالية أيام الشارقة التراثية، واللي ما زارها إن شاء الله يزورها، كل سنة تقام هذه الفعالية في هذه الساحة. وطبعا احنا وصلنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم مشاهدين الأعزاء من برنامجكم في الشارقة، وهناك سؤال طبعا، وسؤالنا يقول اليوم في أي عام تم إنشاء حصن الشارقة؟ واللي ما نزل تطبيق مرايا نزل تطبيق مرايا ويتابع الحلقة ويجاوب على سؤال حلقتنا لهذا اليوم، والجائزة طبعا مقدمة من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وقيمتها 1000 درهم. نشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حياكم الله ومع السلامة. هذا البرنامج
متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.